اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين
يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة فَمَا أَوْنَى آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
كتابك رب السماء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.